تشهد الجولة السابعة بدور القسم الثاني ألف للمرحلة المؤهلة للدور الممتاز 5 مواجهات في 3:30 عصرا، حيث يواجه حرس الحدود فريق لافينا ويستضيف وادي دجلة فريق القناة، ويحل السكة ضيفا على طنطا ويلتقي بروكسي فريق بتروجيت أول المتأهلين لدور نايل. كما تشهد مدينة المحلة الكبرى لقاء من العيار الثقيل بين غزل المحلة صاحب المركز الثاني برصيد 45 نقطة وضيفه رايا صاحب المركز الثامن برصيد 35 نقطة. فريق غزل المحلة زعيم الفلاحين واحد الأندية المتوجة بالدور الممتاز، يدخل المباراة بطموح الفوز تحت قيادة مديره الفني أحمد عيد عبد الملك لتعويض خسارة 4 نقاط في الجولتين السابقتين بتعادلين أمام بتروجيت وحرس الحدود، وذلك كخطوة هامة جدا في طريق العودة للدور الممتاز. على الجانب الآخر، يسعى فريق رايا بقيادة مديره الفني محمد حليم لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقفه بجدول ترتيب المسابقة بعد ابتعاده عن سباق السعودي بخسارته ل3 مباريات في هذه المرحلة آخرها بثلاثية أمام بتروجيت في الجولة السابقة. في لقاء الجولة 11 بالمرحلة الأولى، فرض التعادل السلبي نفسه بين الفريقين في ديسمبر الماضي، فهل ينجح أصحاب الأرض في اقتناص نقاط اللقاء ويضعون بها قدما في دور الكبار؟ أم يكون للضيوف رأي آخر؟